كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. انا يا راه ماشي مغاربه اريد تقول لي واسير حرق وما تخش تهدم معايا انا هاد المره باقي ما رجليش وراه 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 تصدق تما ان شاء الله زعما من تما الدل والحقره منين كيجري زربات وتما خرج الوطن ديالنا ولا كل الوطن ديالنا ما كترحمناش الدوله ديالنا مواضيع اللي فداو اليوم على الصباح جينا للاسف الشديد البارح ما استطعناش نكونوا هنايا شفنا سمعنا الخبر بان الناس دخلوا سبتة الله يسهل عليهم واخا حنا ما حضرناش من القلب الدنيا هانيه ولكن للاسف الشديد اليوم دخلنا بغينا ندخلوا الشرطه المغربيه وقفتنا اعتدت علينا فهمتي اعتدت علينا الشرطه المغربيه ما خلوناش ندخلوا حنا كشباب المغرب من طنجة الكويره مجموع اليوم هنايا باب سبتة اسمع نصيحه اخويا اخوتي ما تفكروش تدخلوا والله العادي ما خوتي لا رزاع من تما الدل والحقره من دم كيجري زربات تما والعسكر ديالهم ضربوا بوبري واحد طار تقولوا عينو دا بعيد العسكر ديالنا كيتشوف والعسكر ديالنا كيتشوف وما في الدو ما يعمل فلهذا اخوتي والله اخوتي قسما بالله انا دار معاكم القلب الصاف لا ما تفكر تدخل تما حق الرب الاله انا رزاع في حالي خاطر قسما بالله اخوتي احسن بنادم كيتسمى يعيش في البلد ديالو كيتسمى فهمتي كيفاش ما عندك حتى شي واحد تما ما عندك حتى شي لعبه هدايا عيش الخوة ديالي مكتبنا نعيشوا في هذا الوطن غنعيشوا في هذا الوطن هدايا ان شاء الله يا ربي اشكر سولينا قسلونا وداونا رزقنا طبرونا على خدمه بلادنا ما خصناش نمشيو بلاد عباد الله اخدمونا واش من 40 ساعه حنا مكرفسين واش عندكم نموتوا وشنقوا راسنا خوة ديالي ابسط الحقوق ما كايناش في هذه المدينه ما كاينه خدمه ما كاين والو في هذه المدينه هذه ابسط الحقوق ما كاينش وبلاد ما جبر ما ياكل وخصنا نخدموا وقلنا عباد الله خدموا يزيد عندنا ديك الناس باش هما عاطين الحقوق وحنا ما عاطينش الحقوق مالوش المغرب ما يستاهلش حنا نكونوا مضخمين وعايشين وما يجيونا عندنا حنا ما نستاهلوش ولا هما عندهم الحقوق هذوك الناس وحنا كتسمى ما الحماية ولا حسبونا كيما احنا كيشيبوا عينا في الشباسات كيضربونا وديالنا كيشوفوا في ديك الشيء هذاك وحنا كاينين في صحتنا وماشيين بحالنا خوات حنايا دخلنا اخويا وهذوك اللي دخلوا البارح كاملين خرجونا وملي خرجنا بغينا نولوا ندخلوا ولاو يلو حالينا الغازات المسيله للدومه كلشي تفرع في عينيه الميمات البنات الولاد اطفال كلشي كلاها اللي كيدخل عايم كيولي يردوه يا العصا اخويا ما فيهم انسانيه ما عندهم ديمقراطيه ما عندهم والو اخويا ديك الناس متوحشين وحنايا ما كرهناش نبقاو في الوطن ديالنا ولكن الوطن ديالنا ما كترحمناش الدوله ديالنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد